استخدمت لها عدسات سولوتيكا، تلاقون تفاصيلها تحت الفيديو. استخدمت لها مسكرة لتفتيح الحاجب، قلم بيجي داخل العين عشان أصفي العين ويصير شكل العين أكبر، ودمجته برايمر أربن ديكي، حطيته على الجفن وتحت العين. حطيت لها قلم بني بهالطريقة تحت عينها أساس أعطي إيحاء أن العين لها مثل تفخة بسيطة تحت العين، يعطيني شكل حجم العين أكبر. حطيت لها لمعة ذهبية بالنصف فقط ووزعته. كوركتر من ماك حطيته بالأماكن اللي فيها تصبغات طرف العين، وزعته. حطيت كونسيلر بهالمناطق علشان أبلش أشكل العين بالطريقة اللي أبيها. بعد ما سويت القصة اللي أبيها وزعت الكونسيلر، ثبت اللي سويته بشادو بيجي مكان الكونسيلر. بعدها حطيت شادو أبيض على الجفن المتحرك وبداية مدمع العين وشوي تحت العين بهالطريقة. حطيت لها آيلاينر بداية مدمع العين من داخل العين ومديته شوي. بعدها أمشي فوق الرمش شوي شوي إلى ما أوصل إلى النتيجة اللي أنا أبيها. طبعاً أفضل إن البنت تحط الآيلاينر وهي مبطلة عينها أساس تعرف بالضبط وين تمشي وين تسوي الآيلاينر، لأن أحياناً إذا كانت مغمضة عينها يكون شكل الآيلاينر غير لما تبطل عينها، ممكن الجفن ياكل اللاينر ولا شيء كذي. مسحت شوي بقطع الأذون، نزلت الآيلاينر اللي أنا كنت مسويته شوي كان مستقيم، أنا سويته مايل اللي تحت، كملت عدلت على الآيلاينر خصوصا أشواري يعني معروفة في بالآيلاينر وشكل عينها ما شاء الله. حطيت لها ماسكرا من لوريال، طريقة بسيطة جدا لأني بركب رموش. ركبت لها أول طبقة هالطريقة، بعدها ركبت لها طبقة ثانية. كل منتج أنا استخدمته بالفيديو راح أحط له رقم على الشاشة، تلاقونه موجود تحت بالديسكريبشن بوكس تحت الفيديو. حطيت لها قلم بني على سيلفر شوي ميتاليك داخل العين. بعدها كملت رديت عدت نفس الطريقة عشان أوضح شكل العين كبرة، إني أحط بني تحت العين وأوزعه. حطيت في الكسرة مالت العين نفس الشيء ووزعته هالطريقة أساس أسحب العين. حطيت لها كوركتر من إلا ماسكا لون أورنج، لأن وأنا قبل أبلش لها الفيديو كنت قاعدة أجرب لها شنو الفونديشن المناسب اللي أستخدمه لها. كل الفونديشنات كانت تقلب تغير لونها، فاضطرت إني أكثر الكوركتر بهالطريقة. حطيت لها فونديشن من لوريال وزعته على بشرتها بهالطريقة. على فكرة ما حطيت لها على رقبتها لأن حسيت إن اللون ضابط. نظفت تحت عينها عشان يصير شكل اللون البني اللي أنا كنت حاطته مساع متدرج.
بعدها بفرشة نظيفة وزعت الفونديشن عشان أشيل الزايد. بدل أستخدم لها كونسيلر حطيت لها فونديشن لونه فاتح تحت عينها بهالطريقة بشكل مثلث عشان تصير شكل الوجنات بارزة ونازلة، وأيضا على مناطق ثانية عشان تبرز. حطيت لها أطراف الحلج شفايف عشان أخلي الحلج شكله مسموم، وشوي أتفخ المنطقة هذه عشان أدور الوي. وزعته بالبيوتي بلندر شوية رطبة. كونسيلر لونه غامج استخدمته ككونتور. هالطريقة حاولت أني أقص شوي من الفك أصغر شكله وأدور وأعرض الوي، أطراف الوي على الجبهة وبنص الوي بنص الخد حاولت أني أسوي لها الوجنات. سويت شكل الوجنات شوي نازل عشان ومدور ومقوس أساس يعطيني شكل اللي أنا أبي، شكل وجنات أشوارية. لو تلاحظونها وجناتها شوي منتصف ويها مو تحت العين. سويت أنفها بهالطريقة بحيث أني أنزل الأنف خلي شكله نازل، وشوية رفعت الفتحات على الأطراف خليتها نفس شكل الأنف العربي أو طبعا أقرب إلى شكل أشوارية. سويت لها البلندينج وزعته. فرشة أصغر وزعت الكونتور اللي على الأنف. استخدمت لها لوز باودر هالمناطق. وني حاولت أأكد على الهايلايت اللي كنت أنا مسويته. بودرة مختلفة البنانة حطيتها بهالمناطق، هي فيها لون شوي. البودرة جاية على اللون الأصفر عشان أنور هذه المناطق كثر ما أقدر، بس إنها قوية حق تحت العين، بس حطيتها في هالمناطق. بعدها وزعت البودر فرشة الفان براش، رسمت لها الحاجب بهالطريقة شوي، نزلت من البداية بعدها عرضت من النهاية، خليتها شبه مدور ومشط بعدها عشان يصير شكل الحاجب لونه طبيعي وشكله طبيعي. نظفت بالكونسيلر، بعدها رديت حطيت على الأطراف المكان اللي أنا محتاجته. حطيت لها البلاشر شوي، حطيت لها نفسها على فوق الجفن عشان أبرزه وتحت العين. هالطريقة تعطيني الوي كله لون واحد وتون واحد بطريقة منسجمة. قلم بني حطيته داخل العين لأنه دائما أشوارية تكون حاطة أطراف عينها عشان تزم عينها، لأن ما شاء الله عينها وايد كبيرة، فبهالطريقة تبرز جمال عينها أكثر. الكونتور على الأنف نفس الطريقة اللي أنا كنت مسويتها، بس هالمرة بالبودر. البودر شوي أقدر أتحكم فيه أكثر في المناطق الدقيقة، يعني أن أكسر الأنف ونزله لتحت وأوضح الشكل اللي أنا أبي. ووزعته. حطيت لها هايلايت. دايماً أنا أحط الهايلايت يكون تحت العين، لكن هالمرة حطيته على الخد على أساس يصير شكل الوجنات حيل بارزة ونازلة. حطيت لها قلم تحديد لونه وايد حلو، رسمت شفايفها، بعدها حطيت لها جلوس. هو مو جلوس، هو حمرة مات من أرماني، شكلها جلوس شوي فيها لمعة بسيطة. بعدها حطيت لها الماسكرا. تابعوا العرض لآخر الفيديو وإن شاء الله يعجبكم اللوك.
ولا تنسون تسولي سبسكرايب بنات زين فايتينج ونشوفك على خير إن شاء الله. باي.